بيجيلنا بنت غلبانه جدا، طفله صغيره عندها مشكله هي ان الاعضاء التناسليه بتاعتها شبه الولد. ايه القصه دي؟ هي عباره عن حاجه اسمها تضخم في الغده الكظريه او الغده فوق الكلويه عند الاطفال. بتعدي الاول على دكتور الاطفال العام وبعد كده بيشك فبيحولها لدكتور غدد الاطفال، فبيعمل حاجه اسمها تحليلات للهرمونات في جسم الطفله دي. اللي بيحصل ان الغده الكظريه بتفرز هرمونات ذكوريه اثناء الحياه الرحميه للبنت دي. شكلها بيبقى زي الولد بالظبط، بيبقى عندها عضو كبير زيه زي العضو بتاع الذكر. رقم 2 بيبقى عندها التصاق في الاشفار الخارجيه. رقم 3 بيبقى عندها فتحه واحده بس تضم المهبل والاحليل او القناه البوليه. الحقيقه لما بتجي لنا البنت دي في عياده جراحه الاطفال في بي كيور بنحط لها خطة العلاج بالتعاون مع استشاري غدد الأطفال، فبنظبط الأول الهرمونات بتاعتها وبعد كده تخش الجراحة. بنعمل حاجة اسمها أشعة بالصبغة على القناة البولية وقناة المهبل، وبنعمل منظار مثانة عشان نعرف الدرجة، وبعد كده بنحط خطة الجراحة. بنعمل تصغير للعضو بتاعها يبقى شكل البنت بالظبط، وبنعمل تجميل للأشفار الخارجية، وبنعمل كمان فصل لقناة البول عن المهبل، وبكده البنت دي تعيش حياة طبيعية بعد كده.